بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في المسند 24، مسند سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث 100 و2000. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في بدنه جملا كان لأبي جهل براته فضة. جمل أبو جهل ده بقى كان مشهور في جزيرة العرب كلها، أغلى جمل في جزيرة العرب. جمل أبو كنت الجمل ده تفكه بمئة جمل تمن. صدق بقى كان جمل إيه؟ فول أوبشن، واخد بالك؟ وكان مزوقه بقى وعامل إيه؟ خرم في مناخيره كده، وحاطط جوه مناخيره حلقة فضة، دي البرة. البرة دي الإيه؟ حلقة فضة تبقى ايه في ثقب في انف الجمل كده، معلمه يعني، درجة مهما يتوه في اي حتة يقول لك جمل ابو جهل يودهوله، حاجة مشهورة يعني. فهمت بقى ازاي؟ ولا طيارة بوتين، واخد بالك ازاي؟ يعني حاجة فظيعة. طب وقال للنبي منين؟ لما قتل في بدر، كان على الجمل ده بتاعه معايا، فالجمل بقى في الغنائم، فالنبي خده بقى من قسم النبي في الغنائم. فهمت بقى ازاي؟ ففضل مع النبي لحد ما النبي بعته ذبحه هناك في الحقيقة في الحرم، اهداه عشان الفقراء ياكلوه. فهمت بقى؟ اهدى في بدنه جملا كان لابي جهل براته فضه. عرفت البره اللي هي الحلقه كده اللي بتبقى ايه جوه ايه ثقب في انف الايه الدابه. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة. عارف أنت الجبنة البيضة بتاعتنا اللي بناكلها دي، وجبنة القريش، هي دي اسمها الجبنة. قال: فجعل أصحابه يضربونها بالعصي، يعني حتة جبنة كبيرة كده، فبيضربوها بالعصي كده ويقطعوها. فالنبي قال لهم: بالسكينة. السكينة ليه؟ طعوه بالسكينة وقولوا بسم الله وكله. فجعل أصل أول مرة يشوفوها. قال: فجعل أصحابه يضربونها بالعصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قال: الأضحى سنة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالأضحى والوتر. الأضحى يقصد صلاة الضحى يعني. أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب، ولم تكتب يعني ليس فرضا. في نسخ على فكرة بالضحى واضحة، لكن مش عارف ليه المكنز ايه اختار النسخة اللي فيها بالاضحى، اللي هي اصلا ايه تخلي الواحد يحتار. طب ما تكتبها، ما في نسخة عندك بالضحى والناس عارفة الضحى صلاة الضحى، ليه تقول لي الاضحى؟ هيجي في بالهم اللي بيتذبح، ها الاضحية يعني. او يمكن يقصد بالاضحى بقى الاضحية، وان الاضحية سنة تحتمل دي، بس تكون حتى الضحى وايه والوتر يبقى صلاتين، يبقى ايه يبقى صلاه الضحى. وربما يكون ان الوتر برضو ليس بواجب والاضحيه ليست بواجب. تحتمل دي ولا تحتمل؟ تحتمل، كل ده احتمال.
لكن انا عندي ايه مكتوبة امرت بالاضحى وكاتب في الهامش تحت كاتب ايه في نسخة بالضحى والمثبت من بقية النسخ. وقال السندي الاضحى جمع اضحى بمعنى الاضحية كارطاء. خدت بالك؟ يبقى تحتمل معنى الاضحية ومعنى الضحى. خدت بالك؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن سلم بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمورات لنا من جمع، يعني ركب الايه الأطفال مع الأمهات مع العواجيز في حجة الوداع وركبهم على حمير ومشاهم بالليل ما يباتوش في ايه في مزدلفة. فبيقول لك ايه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمورات لنا من جمع يعني من مزدلفة. قال سفيان بليل فجعل يلطح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني لو وصلتوا حتى الجمرة قبل ما ايه قبل ما تطلع الشمس استنوا لما تصلوا الفجر وايه وارموا الجمرة وامشوا كويس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وزاد سفيان قال ابن عباس ما إخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس، والوقت 50% من الحجاج بيرموا بعد نص الليل، واخد بالك لكثرة الحجاج بقى. فبقى العلماء يفتوا، والآراء دي قالها بعض ايه بعض التابعين بعض علماء التابعين أجازوا ذلك، فبقوا يختاروا الآراء اللي فيها رخصة بسبب ايه زحام الحج. فبقى في ناس كتير بعد منتصف الليل وقبل الفجر يرمي جمرة العقبة وايه ويمشي. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ما إخال يعني لا أظن ولا أعتقد أحدا يعقل عنده عقل وفهم وفقه يرمي حتى تطلع الشمس، ده رأيه يعني. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم جاء فنام، يعني لم يكمل وضوءه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، يعني حتى غاب في النوم بعمق، يعني نوم عميق، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ليه؟ لأن النوم العميق للنبي لا ينقض وضوءه، خصوصية له صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن الحسن يعني العراني قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ندري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ولكننا نقرأ، لأن كان الصلاة سرية. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. المخابرة هي أن تعطي أرضك يزرعها زارع على ما يخرج من بقعة معينة فيها، نهى النبي عنها. ليه بقى؟ لأن الزارع هيعمل إيه؟ هيخدم البقعة اللي هيطلع الزرع اللي هياخده ويهمل لك بقية الأرض، تقوموا تتخانقوا مع بعض. فهمت إزاي؟ تيجي تمر على الأرض تلاقي الحتة اللي أنت قايل له هتاخد الزرع بتاعها ما شاء الله مهتم بيها وبيرويها وقاعد طول النهار إيه ينش الدبان عنها يحافظ عليها، وسايب البهايم قاعدة إيه
تاكل في الزرع بتاعك اللي انت هتاكله، تقوم تعمل فيه ايه؟ تمسكه من خناقه وتروح رميه في المسقى، تعمل خناقه كبيره. فكانت الحكايه دي بتحصل فعلا ايام الانصار، كانوا يحصلوا كل يوم خناقه، واخد بالك، واحد بيتخانق مع الزارع اللي جاي اجره، انت بتهمل دي علشان انا هاخد نصيبها وبتاع، عشان انت خناقه كبيره. فالنبي قال ما فيش داعي، اللي عنده ارض يزرعها او يسيبها، لا تخابره. فهم؟ فنهى النبي عن المخابره اللي من النوع ده، لانها بتؤدي الى ايه؟ الى النزاع. فهم؟ لكن لو ياخد من المشاع ما فيش مشكله، تقول له خد ربع اللي يطلع من كلها، يقوم يخدمها كلها. فهمت؟ قال عمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنح احدكم اخاه الارض خير له من ان ياخذ لها خراجا معلوما. يعني لو انت اصلا مستغني عن ارضك وراجل وربنا موسع عليك، اديها لواحد يزرعها وياخد كل اللي يطلعه منها، وما تاخدش منها حاجة، خليك كده ايه عندك نوبل، يعني انت كده كده مش محتاج اللي طالع منه، والارض عندك ومرمية، اديها للناس تزرعها وتاخد اللي هي ايه اللي يطلع منها، وما تاخدش منهم حاجة. لكن لو عملت كده هيفتكروها ملكهم، ومش هتعرف تاخدها منهم تاني. بسبب ايه؟ الناس بقت ايه عندها، يعني ايه عندها طمع، فدي مشكلة. لكن زمان ما كانش الطمع ده موجود، كان ياخد الارض يزرعها وينبسط منها، ولما تيجي تحتاجها في اي وقت تقول له امشي يقول لك سلام عليكم. شو لا انا ايدي عليها ورتبت نفسي وبقى لي 10 سنين، هروح فين؟ فهمت؟ هيعملها كده. فهمت؟ ده اللي بيحصل. وعن ابي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني إذا ما طعموا من الخمر، يعني قبل تحريمها، لأنه ما كانش في تحريم، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع اللي هي مزدلفة بليل على حمرات، يعني على ايه؟ جمع حمير. حمرات جمع حمير، وحمير جمع حمار، والحمار ايه؟ ذكر، والأنثى أتان. كيف؟ بليل على حمرات لنا، فجعل يلطح أفخادنا ويقول: أبيني أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالسك، أفطيب ذاك أم لا؟ بالسك، مكتوب عندي بالسك وتحت مكتوبة بالمسك، يبدو أنها نسخ. يعني السك على اي حال طيب معروف، طيب معروف ايامه كان اسمه ايه؟ سك، بيبقى خليط، يخلط لك مسك على عنبر على ريحان، يخلطه لك كده يسموه السك. يبقى اذا رمى جمرة العقبة ايه ونحر الهدي حل له كل شيء ايه من محظورات الاحرام، يعني يحلق شعره يلبس هدومه يتطيب الا النساء حتى يطوف طواف الافاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة خلاص رجع لحياته الطبيعية. يسموه الحق إيه؟ الإحلال الأصغر أو التحلل الأصغر. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. الأخدعين اللي هو إيه؟ عارف جانبي العنق هنا؟ لما واحد يقعد ينفخ كده تلاقي فيه عرقين يتنفخوا، مش كده؟ شفتوهم دول؟
العرقين دول هم دول الاخدعين، هم دول ايه؟ الاخدعين. نسميها ساعات الودجيني، فهمت؟ نسميه الاوداج. ها، يبقى النبي ايه؟ احتجم على دول، على الموضعين دول، واحتجم ايضا على ايه؟ صلى الله عليه وسلم على الكتف وبين الكتفين، بين الكتفين. يسموه ايه بقى؟ الكاهل، يسموه الكاهل. فاخد بالك ازاي؟ طب والعاتق اللي هو ايه؟ يقول لك حملوه على عاتقه، العاتق اللي هو ما بين الرقبه والكتف، الحته دي ما بين الرقبه والكتف يسموه العاتق، واعلى الظهر بين الكتفين يسموه ايه؟ الكاهل. فهمت؟ عشان تعرف اجزاء جسمك بس، مش تبقى ماشي بجسمك ومش عارف اسماء جسمك، حاجه غريبه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس، لأن ده يؤدي إلى قطع النسل. حمار مع فرس يجيبوا بغل، والبغل مش هيخلف، يبقى قطعت النسل، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمت عير المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فرابح أواقية فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. مهر البغي اللي هي المال اللي تأخذه المرأة من أجل أن يزنى بها، ده يسموه مهر البغي، نهى النبي عن ذلك. وثمن الكلب، لأن الكلب نجس والنجس لا تباع، كويس؟ ثمن الكلب حرام عند الشافعي. وثمن الخمر كذلك، لأن الخمر حرام. ولو كان الكلب إيه معلم للحراسة أو مثلا للحرث أو لشيء يعني له فائدة، فيجوز بيعه وشراءه عند المالكية، وعند الشافعية إيه لا يباع، ولكن إيه تأخذ القيمة دي مقابل رفع اليد. يعني اللي بيتباع الحيازة مش الكلب نفسه، حيازتك للكلب خلاوة ايد، كلب تحت ايدي وكلب غلف انا مربيه بقى، وانت بقى عايز ايه تاخده للحراسة. ونهى النبي عن ثمن الكلب. نوم ايه الشافعية يعملوا ايه؟ يقول لك تديني 10,000 جنيه خلاوة ايد وخده، كويس؟ يبقى اسمه رفع يد. المقابل اللي بياخده هنا مش تمن، مش عقد بيع، ده رفع يد. عند الملكية عقد بيع. طب ايه الفرق بين رفع اليد وعقد البيع؟ الضمان، ان في رفع اليد مفيش ضمان، فهمت بقى ازاي؟ يظهر الفرق في الضمان. يعني لو قلنا انه عقد بيع زي ما الملكية قالوا، يبقى لو خدت انت الكلب الولف ده وروحت بيه لقيته في مرض او ضعيف او مات في السكة، واخد بالك، بسبب ضعف فيه انت ما لاحظتوش، ليك انك انت ايه ترجع له يديك غيره، في ضمان، فهمت بقى؟ لكن اللي برفع اليد عند الشافعية خلاص مالكش حاجة عندي، مالكش حاجة عندي. يبقى الفرق بين رفع اليد او رفع الاختصاص، يسموه رفع اختصاص او رفع يد، واخد بقى، وبين البيع ايه؟ الضمان. الفرق بينهم الضمان، البيع فيه ضمان والتاني ما فيهوش ضمان، واضح؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتها بركبتيه ففرع بينهما، يعني فرق بين ركبتيه كده علشان البنتين كل واحدة تمسك ركبة، يعني كان النبي يتلطف مع الأطفال، فاهم؟ يبقى ففرع بينهما يعني ايه؟ ففرق بينهما. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال انكم محشورون الى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. قال ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال، يعني منكم يعني إيه؟ قالوا من الصحابة، ده من جيل الصحابة اللي حيزرنوا على الحوض دول جيل من الصحابة منكم. وفي رواية تانية أصيحابي، قال إنهم أصيحابي، تصغير إيه صاحب، رواية الإمام مالك في الموطأ، فهمت؟ قال ابن جعفر وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، ما قالش إخواني، مش قال أنتم أصحابي وهم إخواني، يبقى من جيل الصحابة، عشان كده إيه اختلفوا العلماء، قالوا مين دول؟ قالوا اللي ارتدوا بعد وفاة النبي، وبعضهم قال المنافقين اللي كنا موجودين في عصر النبي، معدودين من الصحابة وليسوا من الصحابة، وبعضهم قالوا الذين خرجوا على سيدنا علي، فهمت بقى ازاي؟ اتقال فيهم كل ده، اتقال في ده كل ده. فأقول يا ربي أصحابي، قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، إنك أنت العزيز الحكيم. وعن أبي قال كلمة بقى مرتدين، لا لم يزالوا مرتدين، وده اللي خلوا بعض اللي قالوا، قال ده اللي ارتدوا بعد وفاة النبي وماتوا على على الكفر، وده اللي رجحوا أهل السنة والجماعة واللي عليه علماء الأزهر، عشان كده ما بيعيبوش في حد في إيه في الصحابة في زمن الفتنة، وكلهم بيقول لك اجتهد وأخطأ، غاية ما يقول لك إنه اجتهد وأخطأ والصواب كان مع سيدنا علي، ده إيه؟ ده علم الأزهر اللي تعلمناه في الأزهر، فايه نقول ايه؟ ان كلهم اجتهدوا واخطاوا، سيدنا علي اجتهد واصاب، لكن ما كانوش مرتدين، يبقى دول خرجوا من هنا، فهمت؟ لكن طبعا ايه طوائف كثير بعض قله من اهل السنه واكثر الروافد على ان اللي خرجوا على سيدنا علي هم دول، فهمت ازاي؟ وقله من اهل السنه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، زي وساوس كده تيجي داخل الإنسان في قلبه المؤمن يقول له من خلق الله؟ هو فعلا ربنا موجود؟ معقول؟ طب احنا ما شفناهوش، ايه ده؟ يقول استغفر الله استغفر الله، يبقى مكسوف يقول الكلام ده، حديث جوه نفسه، الشيطان قاعد ايه يتكلم مع نفسه جواه، فهمت ازاي؟ لكن هو يكره انه يبوح، كراهيته انه يبوح بمثل هذا الدليل ايمانه، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده بيقول لك ايه لان اخر من السماء احب الي من ان اتكلم، دليل انه يكره مثل هذه الوساوس والهواجس. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه اللي هو ايه الشيطان، وقال لهم إيه هذا صريح الايمان، كراهيتك لهذا الكلام وانت تعلم انه كفر وتكرهه دي صريح الايمان، فهمت بقى ازاي؟
وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. يعني إيه؟ أنت بتبني على أرضك هنا وجارك بيبني على أرضه هنا، فبتعملوا طريق بينكم. فاختلفنا أقول له أنا سيب ذراعين وأنا هسيب ذراع، يقول لك اشمعنى أنت تسيب ذراع واحد؟ ما تسيب ذراعين زي ما هو ايه، ما هو الارض كلها ايه مناصفه بيني وبينه كده خط كده، فانا حبني وهو حيبني، فلو بنينا على الخط لزقنا في بعض. طب ما فيش ممر ندخل بيتنا، فلازم نعمل طريق. طب الطريق هيتاخد من ملك مين؟ فهمت؟ فالنبي قال اذا اختلفتم خليه سبعه اذرع، ده يبقى ثلاث أزرع ونص وده ثلاث أزرع ونص، يبقى الطريق بينكم سبعة أزرع. ليه سبعة أزرع النبي اختاره؟ لأن ده الطريق ده اللي يسمح إن جمل يبقى رايح وجمل جاي. فهمت إزاي؟ على قد الجمال. يعني علشان يبقى الطريق رايح جاي. ما يبقاش يقف مثلا الجمل واقف هنا مستني الجمل التاني لما يعدي عشان الجمل ده يخش. فإيه؟ يعني تخطيط المدن كان النبي برضه له فيها صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده قال لهم إذا اختلفتم في الطريق يعني عرض الطريق فاجعلوه سبع أذرع، وسبع أذرع ده اللي هو على قدر ما إيه يبقى إيه جمل رايح وجمل جاي في وقت واحد. فهمت؟ ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره. وفي الخط بقى بتاع البناء ده لو إيه لو أنت بتبني وجنب جارك على طول لازق فيه، فما فيش مانع إن تخلي إيه جدار جارك يدعم جدارك. ما لا بأس، من باب ايه؟ من باب المواساة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة تسارع قوم فقال اتئدوا، ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال فما رأيت رافعة يدها تعدوا حتى أتينا جمعا. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. يعني لا ينجسه شيء إلا أن يغير إيه؟ أن يغير صفة من صفاته. فلو وقعت نجاسة في مية ولم يتغير ليه؟ لا ينجس. ده رأي مين؟ الملكية. الشافعية قالوا لو كان كثيرا لا ينجس، ولو كان قليلا ينجس. وإيه حد الكثرة والقلة؟ قال لك قلتان، حد القلتان، والقلتان دول حوالي إيه؟ حوالي مية إيه و يعني عارف مكعب طول ضلعه متر، متر في متر في متر، ده يعمل لك القلتين. واخد بالك؟ يعني نقول ايه؟ 196. يبقى 196 لتر تقريبا، وفي ناس قال لك 200 لتر. يبقى انت لو هتعمل خزان ميه فوق العماره اعمله فوق 200 لتر فاكثر سعه. ليه بقى؟ عشان لو مات في فار ما ينجسوش والناس تتوضى. انما لو عملته ايه؟ خزان قليل، يبقى لو فار مات يبقى ايه؟ هترمي كل الميه دي، هينتن المكان. فهم؟ وطبعا انت عندك فيران كتير هتموت ان شاء الله، لا شيء، وحشرات وتعابين وكله وعقارب وكل حاجه بتحصل، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ الملكيه خدوا بان الماء لا ينجسه شيء، طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير، بغض النظر عن كثير او قليل، فالعبره بالتغير. ده راي مين؟ الساده الملكيه. الشافعيه قال لك لا، إذا والأحناف كمان، الأحناف قالوا يشترط أن يكون ماء كثير حتى يتحمل النجاسة. وحد الكثير عند الملكية الأحناف إيه؟ ما قالوش قلتين. قال لك إنك أنت لو هزيته كده من جنب ما يتهزش في الجنب البعيد. يبقى كتير. فهمت إزاي؟ الشافعية حدوها بقلتين من قلال هجر. فهمت إزاي؟ لأن في حديث وارد صحيح إذا بلغ الماء قلتان من قلال هجر لا ينجسه شيء. فالإمام الشافعي خدوا بهذا الرأي وهو أحوط. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.